741 from Cairo. Thank you. What is this? Okay, sir. You may go. Go? Yeah, you may go. Go? Go. Thank you. ايه اتخضيت؟ لا ركبي ثابت بس. سلامة ركبك اخويا. مش كنتوا تفهموني انك كنتوا واخدين مع الخواجات؟ أول مرة أعرف الخواجات بياكلوا. مش قلت لك؟ اللي بيقع بنعرف نسنده. عندك حق. ولو إن الراجل كان خايف ما تعرفش تطلع بيها من مصر. لا هتلاقيه كان خايف أخدهم وأزق. هتزق منه فين؟ ده إسماعيل كان عينه عليك رايح جاي. وحتى لو زقت منه هتروح فين من إيد الراجل؟ ده يجيبك من تحت الأرض. اتكلوا انتوا بقى. خليك انت يا هيمة. بقول هيمة. خمسة مليون دولارات 100%. مش مضروبين. شفت بقى احنا كنا قلقانين ليه؟ الحمد لله ان انتوا طمنتوا برضه. ايه ده؟ مين؟ اقفل لي السوسته. اقفل السوسته. وده وقته؟ اقفل السوسته بس. ما تتفضل معانا، حاجة على بوسهم كده. الراجل عايزك. حاضر. ما تبقيش ترفع السماعة تاني. حاضر. أنا مش مستريح الحكاية دي. حكاية إيه؟ حكاية الراجل. لا 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 لا، كده أنا مش هستريح لك ولا الراجل الكبير هيستريح لنا. اسمع، من هنا ورايح انت لازم تعرف انه الراجل هو اللي بيسوق. يعني ما تسألنيش لا رايحين فين ولا جايين منين. ها؟ مشيت وهو فوق والشنطة معاه. لو كسفونا هيعلقونا الرمانة. هي خبطة واحدة وهتبقى خبطة العمر. وهي خبطة واحدة وهخلص عليه. بلاش يا جابر، اسمع كلامي. بلاش. اسمع انت كلامي واعمل اللي بقولك عليه. انا هعمل كل حاجة. كل اللي عليك انك تعلق له الرمانة. يلا. على فين يا نحنوح؟ ايه في ايه؟ في ده. عزوان! اسماعيل اسماعيل قوم تعالى معايا. خلص يا جابر. لا يا جابر. Ah!
ايه في ايه؟ الحقني يا هيما هموت. دكتور اسماعيل شوف لنا دكتور. سيبه. اسيبه ازاي؟ الواد هيموت. وانت مالك؟ هيما. امال مال مين؟ المدام. ما تخافش يا سعيد، ما تخافش. فين الدكتور؟ اتخانقتوا ليه؟ الواد هيموت. فين الدكتور؟ انت عايزنا كلنا نموت ولا نخش السجن؟ يعني ايه؟ يعني تسمع وانت ساكت. دكتور يعني ليه وازاي؟ والراجل لا بيحب لا ليه ولا ازاي؟ يعني هنسيب الواد كده يموت؟ لا ما تخافش، هنريحه. هموت يا هيما. انا هاخدك واديك اي مستشفى. خديه يا مدام احسن ما اريحهم هما الاثنين. تعالى يا هيما. اسمعين الرومانة. ايه الرومانة دي؟ اطلع يا هيما اطلع. هموت يا هيما. يلا يا جابر يلا انت وعزوز، الراجل عايز ياخد التمام النهارده. هموت يا هيما، هموت يا هيما، هموت يا هيما. انا كنت فاكراك انشف من كده، طلعت حنين قوي. هيما هيما هيما. ده عشان الكوتشينة. تصور لي فيها قتيل يا جابر. شوف الراجل بقى هيعمل ايه لما يضرب لعب العيال ده. وانا يعني كان قصدي اجيب كرشه. ما خلاص اجله كده.